جينا باش نخدموا ونكونوا البلاد ديالنا ونرجعوا للبلاد ديالنا ونديروا المستقبل في البلاد ديالنا باش نمشيو بحالنا، ولكن ذاك الشيء خرج لنا عكس، ولكن هو ذاك الشيء ماشي عكس حقيقه، فيه خير لان جبنا وليداتنا كبروا هنا وقراوا هنا وعندنا مستقبل الجاليه الاولى حقيقه، قصت بزاف الحوايج ودارت بزاف وقدمت اشياء كبيره للوطن والغيره ديال البلاد. يعني الا كنهضروا على الستينات غادي نوصلوا للسبعينات، اللي كانوا المغاربه هنا في العهد ديال المسيره في العهد ديال البوليزاريو اللي الحمد لله قاومنا واحد الشيء كبير، وكاين الاخوان اللي تحبسوا في هولندا في عهد ديال البوليزاريو نهار اللي كانت المحكمه ديال لاهاي وكيدافعوا على البلاد ديالهم، وذاك الغيره ما غاديش تمشي، لان الانسان واخا عاش هنا 100 عام الا بقى له نهار في حياته كيتمنى يمشي يعيش مع احبابه غير ذاك النهار يموت في وسطهم في المغرب. هذه ما فيهاش نقاش لا في الشباب ولا في المسنين. ولكن انا حقيقه اللي كنلاحظ على البلاد وهو انا كنقولها دائما في هولندا وكنقولها اي جي مسؤول من المغرب كنغوت بهذه الطريقه، هذه كنشوف ذاك الاخوان اللي قاوموا وتكرفصوا وكلاو العصا ما معروفينش عند السلطات ديالنا، مع الاسف ما معروفينش لان ما كاينش واحد الارشيف عند القناصلة ديالنا ولا السفاره ديالنا باش ذاك الناس يكونوا معروفين. ولكن في هذا الاواخر ديال 2014 و 2015 حقيقه السيد السفير السي عبد الوهاب البلوقي كان دار واحد المبادره طيبه اللي كان اختار كل قنصليه كرم فيها 10 ديال المسنين من ذوك الاخوان اللي كانوا ناضلوا وقاوموا على البلاد، وهذا اخذها واحد المبادره اللي كل عام غادي تبقى تندار والناس راه فرحوا، يعني ولا لهم واحد اعتبار حاسين بان المغرب ما نساهمش. ولكن بالنسبه لحنا احنا حقيقه ما غاديش نتخلعوا بهذا الشيء لان الاعلان كيلعب دور، ولكن انا بالنسبه لهولندا الاعلان ديالها حقيقه كيدير ذاك الشيء اللي بغى الاعلان باش يكتب يقول لك باني راه كاين فلان وفلان ما كيديروش، كيقول لك غير بنان احنا ضد الارهاب، احنا ما المغاربه ما كنعرفوش الارهاب وحنا ديننا دين تعايش وكنتحاوروا مع الاخوان ديالنا الهولنديين وعندنا لقاء مع العمل ديال المدينه وعندنا مع البوليس كل الخطره اللي قال الحمد لله كل شيء بخير، ولكن احنا خصنا نفتخروا ونهزوا راسنا في السماء لان احنا كوننا جيل موليداتنا اللي ما يقدر حتى شي واحد يحشم، خصو يهز راسه في السماء. الا جينا نشوفوا روتردام هي اكبر مدينه في هولندا وبالمرصا ديالها وسميتو اللي فيها السي احمد ابو طالب كعمده وعندنا السي احمد ماركوش، عندنا واحد يعني الاخوان ما يمكنليش نحسبهم الكاملين خصنا وقت كثير، ولهذا منين كنشوفوا الشباب ديالنا فين وصلوا ما يمكن ما في المحامون وفي الرياضه يعني فين ما مشيت كتلقى مغربي الحمد لله، ولهذا حنا ما خصناش نرجعوا للور نزيدوا لقدام غير نحاولوا نربي وليداتنا ونقريوهم ونمشيو لقدام. ما بالنسبه للبلاد راه البلاد ديالنا عمرها ما كتمشي لنا من عمرها ما غاديش تمشي لنا من الانسان عمره ما ينسى بلاده وعمره ما غاديش يتقطع معها الرحيم. اوكي سي ديبا بغيت غير ندير لك واحد السؤال، مادام انت العمده ديال المهاجر المغربي المقيم بالخارج، بغيت نسولك على مجلس الجاليه، كيفاش كتشوف المجلس الجاليه اللي كيمثلك انت اللي ولد هاد ولد المغرب ولد هذه البلاد كيمثلك واحد من المغرب، كيفاش كتشوف هذا المقترح هذا؟ هذا السؤال مهم وكنشكرك عليه اللي فكرتي فيه، ما ربما الناس ماشي ما كيفكروه ولكن ما كيبغيوش يطلقوا هذا السؤال، ربما كاين واحد المشكل فيه عويص، ولكن انا غنقولها بكل حريه وبكل تعبير وهذا كتخرج من القلب ما فيهاش شك. احنا الحمد لله ملي كاين سيدنا كيخدم الشعب ديالو داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبه لهذا المجلس انا باقي ما عرفش، اول مجلس ندار بدون انتخابات تختاروا فيه الناس اللي كيقولوا هما كانوا بغاو الديمقراطيه في المغرب، ربما من الاحزاب اللي كانوا يساريين، ولكن ذاك المجلس تختار راسه وذاك المجلس حنا ما كنشوفوش. وثانيا لا يعقل يكون المجلس من المغرب يجي يدافع علينا في المغرب، حنا خصنا الناس ديالنا من هنا اللي عارفين المشاكل ديالنا باش يديوها يدافعوا علينا.
ما يمكنش واحد الانسان مقيم في المغرب وعايش في المغرب ونستناه هنا حتى يهز واحد المبلغ ديال الفلوس كبير ويجي يبقى يتبرع به في الوطيلات ويدير واحد التقرير. داك الشيء كنعرفوا كل شيء معروف، هذا الشيء غير خص الحكومه ديالنا تعاود فيه النظر، لان المشكل الانسان اللي بغى يهز واحد المبلغ ديال الفلوس ويجي خارج به ويخسروا في الوطيلات وكيدير واحد كيدير واحد الملتمس واحد المحضر ويقدموا للوزاره انا درت درت، حنا ذوك الناس ما كنعرفوهمش ما كيجيوش عندنا ما كيزوروناش. شوف غير هاد شحال المشاكل وقعوا هنا، جا شي حد كيتحاور مع هولندا علينا، جا شي حد كيتحاور مع شي بلديه هنا، حنا هاد الناس كنشوفوهم في الشاشه كاينين ولكن في الساحه ما كاينينش. نفس السؤال، واش انت دابا من اواخر الستينات واش شي نهار تلاقيتي مع هذا المجلس هذا او لا طرحتي له هذا السؤال اللي كتقول؟ هذا المجلس انا مشيت زرتهم مره في حياتي، مشيت دخلت شفتهم، ولكن هاد الاسئله كنطرحوها دائما وكنسولوا عليها دائما وما كاينش الجواب عليها. ونزيدك واحد الحاجه، لا وزاره الجاليه لا مجلس الجاليه خصهم يتقوا الله في المغرب في البلاد ديالنا ويتقوا الله في نفوسهم. راه كيعطي واحد المبلغ ديال الفلوس كبير كتفرق على برا، ولكن ماشي بواحد الطريقه ديمقراطيه، كل واحد كيصيفط لصاحبه، الى عنده صاحبه ذاك المبلغ كيتفقوا عليه يصيفطوه له، وإلا ما عندوش صاحب في مصلحة عامة ما يصيفطولكش، ولكن في مصلحة خاصة مع شي واحد اللي قريب ليهم واللي كينشط معاهم هذاك راه ديالهم. إلا سولتيهم على ديبا محمد شكون هو في هولندا يقول لك حنا ما كنعرفوش، ولكن سول في الساحة. حنا قلت لك حنا ناس اللي وطنيين وغنبقاو وطنيين، حنا ذوك الناس عاود ما كيخلعوناش، ما غاديش يحيدوا منا الوطنية. الوطنية عمرها ما تحيد، واخا يكون الف الف بحال مجلس الجالية يكون في المغرب، ولكن حنا ما غاديش يحيد منا الوطنية، حنا الله الوطن الملك، لا حنا لا وليداتنا، يحيى الملك وما غادي حتى شي واحد نخافوا منه، حتى واحد ما يخلعنا، إلا كا يقولوا هذا الشيء ما كاينش، يجيو نجلسوا فوق الطبلة ونديروا حوار. نديروا حوار معاهم مباشرة ونشوفوا هل الفلوس فين كتمشي. كيفاش حنا راه الناس كيموتوا في الثلج في ميدلت وفي ازيلان وفي قلميم وفي المغرب كله وحنا كنشطوا بالفلوس ديالنا كنصيفطوهم على برا. حنا خصنا نديو الفلوس لداخل ماشي حنا نخرجوا الفلوس من المغرب الا كنا كنمثلوا الجاليه. شكرا الاستاذ ديبا، وكنشكرك بزاف على التوضيحات اللي عطيتي للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج باش تفهم، ونتمنى من الله باش يفهموا ويوصلهم الميساج لا للمجلس الجاليه ولا للجاليه المغربيه. شكرا بزاف. Yo.